بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر أربعا. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة الهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. هذا هو الكتاب الأخير المتعلق بأحكام أو مسائل الصلاة. معلوم أن هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام هو في أحكام الفقه، ومعلوم أن العلماء دأبوا أنهم يبدأون أو يستفتحون كتب الأحكام ب كتاب الطهارة ثم من بعده كتاب الصلاة، وتكلمنا عن هذا في فيما سبق في مناسباتها. وهنا بعدما انتهى الشيخ من الكلام على الصلاة وأحكامها وأنواع الصلاة الأخرى أيضا، صلاة الأعذار والكسوف والاستسقاء وصلاة الخوف، وانتهت بقي صلاة الجنازة، بقي الكلام على صلاة الجنازة. فقال: كتاب الجنائز، يتكلم عن أحكام الجنائز بمعنى أحكام المتعلقة بالميت. وإن كان من حيث موقعه في ترتيب كتب أحكام الأحكام في كتب الأحكام هم يضعونه هنا متعلقا بالصلاة، وإلا الواقع أن الميت له أحكام ثلاث: الوصية والصلاة والميراث. فهذه هي، ولهذا بعضهم يضعه في الكلام على الوصايا، وبعضهم يضعه في مواقف في الكلام على المواريث. وظاهر وجهه إن كان هنا أو هنا أو هنا، والصلاة تقع بين الوصية وبين الميراث، لأن معلوم أن الوصية يوصي الميت قبل أن يموت. الميت أو المسلم يكتب وصيته أو يثقها، معلوم أنها قبل موته، وقد تكون قبلها بسنوات وقد تكون قبيل وفاته. ثم بعد الموفاة تأتي أحكام، ثم يأتي الميراث وحقوق التركة كما يقول أهل العلم. المقصود أن الشيخ والحنابلة وكثير من كتب المذاهب يضعونها بعد في أواخر كتاب الصلاة، باعتبار أن أيضا صلاة الجنازة هي نوع من الصلاة، وإن كانت صلاة مختلفة لا ركوع فيها ولا سجود، على ما سوف نرى إن شاء الله.
فقد رحمه الله كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرها، قالوا والكسر أفصح، ويبدو أنها تستوي هذه جنازة وجنازة وجمعها جنائز، واشتقاقه من جنزة بمعنى سترة. الجنازة الستر، الجنازة هي الستر، ولهذا الجنازة حقيقة حين تتأمل فيها ترى أنها ميت مستور مغطى. الميت أو ميت، طبعا هم يفرقون بين ميت وميت، ويقال أن ميت للإنسان قبل أن يموت، والميت بإسكان الجيم هو لمن مات، ولهذا يقول ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، بمعنى أنهم يضبطون أن الإنسان في حياته ميت، بمعنى أنه شأنه أن يموت أو تجري عليه سنة الله في الموت. فإذا ما مات قيل ميت بإسكان الياء مع التخفيف طبعا كما معلوم، بينما ميت هذه ياء مشددة مكسورة. على كل حال الجنازة قالوا هي ميت مستور مغطى. وأيضا كذلك هم يقولون أيضا أن الجنازة لا يكون جنازة إلا إذا كان في ميت، والكرسي الذي يوضع عليه الميت يسمى نعش. نعش إذا كان عليه ميت، إذا ما عليه ميت يسمى سرير، إذا ما عليه ميت يسمى سرير، وإذا عليه ميت يسمى نعش، ويسمى أيضا جنازة. جنازة الميت مع السرير جنازة، والنعش إذا كان فوقه الميت يسمى نعش، وإذا كان خاليا يسمى سرير. المقصود أنها جنائز أتاها ترجمة بالجمع، ومفرده كما قلنا جنازة. قال طبعا أيضا لما أن نتكلم بشكل موجز عن حقوق الميت أو ما قبل الموت، وهو المرض غالبا الميت الموت يسبقه في الغالب مرض، وقد يأتي فجأة نسأل الله السلامة، لكنه غالبا يسبقه مقدمات من مرض، وقد يطول وقد يقصر. ولهذا يتكلم العلماء غالبا في الجنائز عن أحكام المريض غالبا، وخاصة ما يتعلق ب يعني مقدمات الموت كعيادته وآداب عيادة المريض. ومنها لا مانع أن نذكر أنفسنا بها، نسأل الله المستعان، ونسأل الله أن يحسن خاتمتنا، وأن يعني يقبلنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا إلى توبة نصوح قبل الموت. فقال أهل العلم أن إذا مرض المسلم ينبغي لإخوانه أن يزوروه، وزيارته مستحبة، وقيل واجبة، قيل واجبة ولو مرة واحدة، لأنه قال حق المسلم على المسلم، وذكر منها الست، وذكر منها عيادة المريض. وبعضهم يرى أنها واجبة ولو لمرة واحدة، ولا شك أنه حق للمريض، معلوم أنه يعني هو يحتاج إلى من يزوره، والغاية من عيادة المريض هو مواساته وإدخال السرور عليه، وأيضا تذكيره بالتوبة، وكذلك أيضا بالوصية إذا كان معوصا، وإذا كذلك يذكر بقضاء ديونه ونحو ذلك. هذه كلها يعني، وغالبا
يحسن أن لا لا لا, لا يتكلم في مثل هذا إلا الحكماء العقلاء ولا سيما بعض المقربين من أقاربه أو أصدقائه، لأن يعني أحيانا المريض يكون له أصدقاء خلص يطمئن إليهم ويعني يأنس بحديثهم وأيضا يلمس في حديثهم الصدق والإخلاص والمحبة، لأن كما تعلمون علاقات المسلم بإخوانه تختلف درجاتها ويختلف أيضا يعني إحسان بعض الناس في الحديث وإحسانه في يعني متى يتكلم وكيف يتكلم وماذا يتكلم وماذا يقول، وأيضا ينظر في حال أخيه المريض هل هو مرضه شديد، هل عنده آلام، هل هو لأن لكل حالة ينبغي أن يراعيها الزائر، إذا كان عنده آلام شديدة أو عنده هذا لا ينبغي أن يطيل الجلوس عنده، أو حتى أيضا إذا كان أحيانا المريض قد يكون فيه أمر فيه أشياء لا يحب أن يطلع عليها، قد يكون في جروح ولا في قروح أو في أشياء أو كثير يعني مرضه يدعوه إلى الأنين، وأحيانا الذي في مثل هذه الحالة لا يحب أن يطول الزائرون عنده إلا الخاصة، إما من أولاده أو زوجته أو نحو ذلك الذين يعني يمرضونه، أما الزائر ينبغي أن يلاحظ هذا إلا إذا كان فعلا يحبه صاحبه ويأنس به هذا شيء آخر. وإلى الأصل في زيارة المريض أن تكون خفيفة، يعني إذا زرت المريض سواء في المستشفى أو في البيت ينبغي أن الأصل أن تكون خفيفة، إلا إذا رأيته هو مستأنس ومحب ويعني يأخذه يعطي ورأيت أن السرور قد دخل عليه فلا مانع. وإلى الأصل أن المريض غالبا أمراضه تشغله فينبغي يعني الزائر أن يكون حصيفا وأن يكون لبيبا ولبقا، بحيث أنه المقصود هو إدخال السرور عليه وليس الإثقال، وليس الإثقال، فيزوره ويدخل السرور عليه كما قلنا ويذكره بالتوبة بطريقة يعني لبقة من غير إزعاج ومن غير إثقال، وأيضا بلطف كما يقولون، وأيضا إذا كان يعني مرضه شديدا أو أنه يعني فيه علامات أو علامات الموت أو شدة المرض أيضا قالوا يحسن ظنه بالله، يعني يوحي له بأن أن 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 يحسن ظنه بربه، ولأن الإنسان إذا مات وهو محسن الظن بربه لا شك أنه على خير كثير، أما إذا مات وهو يائس أو قنوط أو هذا أحيانا يعني قد يؤثر عليه في خاتمته، فبمعنى ولا شك أن ربنا سبحانه وتعالى يعني رؤوف بعباده ولا سيما بالمسلمين، فالمسلم والمؤمن هو إلى خير كثير مهما كان تقصيره ولا سيما إذا وفق لأن يكون حسن الظن بربه، فإذا كان حسن الظن بربه ويؤمن في ربه وينظر في سعة رحمته ونحو ذلك هذا أدعى له لأن يكون أن يقبل عن ربه وهو بالفعل يؤمل في رحمته وعفوه وغفرانه، ولهذا ينبغي الزائر فعلا إذا رأى فيه أنه حاله يعني قد يكون فيه مقدمات موته ونحو ذلك أنه يعني يحسن ظنه بربه. وكما قلنا والوصية أيضا يذكره الوصية إذا كان معوصى يذكره ويقول الوصية لا تقدم ولا تؤخر، وإنما هي إذا كان خاصة إذا كان عنده ما يوصي به، إذا كان عليه ديون أو عليه حقوق أو كذا أو عنده أموال وينبغي أن يوصي مثلا ببناء مساجد أو فقراء أو مساكين أو أقارب من الذين لا يرثون، لأن الوصية كما تعلمون في الأقارب تكون لمن لا يرث، لأنه لا وصية لوارث وإنما يوصي لمن لا يرث من أرحامه أخواله أعمامه وأعمامه إذا كانوا لا يرثون أو خالاته ونحو ذلك. فهذه يذكرها أهل العلم في باب مقدمات باب الجنائز. ثم أيضا يذكرونه إذا 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 مات وأنت عنده فينبغي أن تغمض عينيه لا تبقى فاحتة
فاتحة لأنها في تشويه، وكذلك فمه إذا كان مفتوحا أيضا يغلق يعني يطبق على بعض، وأيضا يعني قالوا يلين مفاصيله يحركها اليد والقدم حتى تكون أسهل حينما يريدون تفصيله، لأنه إذا توفي ولم تحرك مفاصيله غالبا تيبس، فأما إذا يبست يتركه، أما إذا أدركه وهو لا يزال لينة مفاصله فينبغي أنه يحركها اليدين والرجلين فيلينها. وثم إذا توفي الأصل أن يسرع بالجنازة، أن يسرع بمعنى يسرعون في تجهيزها ولا يؤخرونها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإسراع بها، قال فإما فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان هناك يعني مصلحة، إما قد يكون فحص أو نحو ذلك، أو قريب سيأتي ولا يتأخر وينتظر به بعض الأقارب، لا مانع يؤخر قليلا، لكن الأصل هو الإسراع بالجنازة. هذا فيما يتعلق أما التغسيل والتكفين سوف يأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله، وبعض هذه الأحكام سيأتي بعضها إن شاء الله أيضا كذلك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، النعي هو الإخبار بالموت، النعي هو الإخبار بالموت، والنعي له أحكام، فيه نعي مستحب وفيه نعي مكروه وفيه نعي محرم. النعي المستحب هو أنه إذا مات يخبر من حوله حتى يصلون عليه من أجل أن يكثر المصلون، وسوف يأتي معنا أنه كلما كثر المصلون يرجى شفاعتهم للميت كما سوف يأتي. فإذا النعي هو الإخبار بالوفاة، فإذا توفي غالبا يتصلون الناس ببعض يقول فلان رحمه الله توفي كذا وكذا، والصلاة عليه في الساعة الفلانية في المسجد الفلاني أو في المكان الفلاني، والدفن سوف يكون في المقبرة الفلانية أو في المكان الفلاني. هذا هو النعي، النعي هو الإخبار بالموت، وهذا الذكر قد يكون مستحب، وهو من أجل أن يعلم الناس ليأتوا يصلوا عليه ويدعوا له، ولعل الله أن يشفعهم فيه كما سوف يأتي معنا في الحديث، من صلى عليه 40 يشهدون إلا شفعهم الله فيه كما سوف يأتي. أما المكروه هو إذا كان النعي للفخر والتفاخر، وأحيانا كما تعلمون أحيانا بعض الأقارب أو بعض الأقارب الميت تجي يذكر أنه توفي وسوف يكون كذا، ويضع أشياء قد يعني يريد أن الناس يكثرون، ليس للصلاة فقط، ليباهي بالحضور، وأحيانا قد يرغب أن يأتيه الكبراء أو يأتيه الوجهاء، هذا مكروه. إذا كان الإخبار من أجل هذا فهذا نعي مكروه، فهذا نعي مكروه. أما المحرم فهو النعي الذي يصحبه بكاء غير معتاد وولولة ولطم الخدود وضرب الصدور وشق الجوب، هذا لا يجوز، هذا محرم وهذا من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من شق الجيوب ولطم الصدور ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز ومحرم، ورفع الصوت أيضا بالبكاء إلا الشيء الطبيعي والذي لا يملك نفسه. معلوم أنه أحيانا الإنسان يحزن على أخيه أو على أبيه أو على أمه ويبكي بكاء شديدا، البكاء الطبيعي والذي لا يملك الإنسان غيره، لا يملك الإنسان منعه لا مانع منه،
البكاء على الميت لا مانع من الإنسان يبكي، يعني لا شك أن فقد العزيز عزيز، فهذا البكاء لا مانع منه، لكن الممنوع هو النياحة وهو رفع الصوت بذكر محاسن الميت أو ذكر التأو عليه وظهراه وانقطاع ظهراه، ما لي غيرك ما لي أحد، ويرفع صوته، هذا لا يجوز بأي حال، هو انتهى وغفر الله لنا وله. أما البكاء اللي فقده هذا ما في إشكال، فإذا فيه نعي جائز أو مستحب ونعي مكروه ونعي محرم. فقوله نعى بمعنى أخبر، أخبر بوفاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النجاشي والنجاشي في الحبشة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر يوم الوفاة. وتعرفون قديما ما في تواصل بين والحبشة والمدينة بينهم وبين البحر وبينهم اللي هي أثيوبيا بعيدة، والنجاشي توفي في السنة التاسعة في رجب، في رجب في السنة التاسعة من الهجرة، بمعنى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، كان في المدينة، فأخبرهم يوم الوفاة، في اليوم الوفي قال اليوم توفي النجاشي. طبعا النجاشي له فضل على المسلمين، لأنه اللي استقبل المهاجرين المستضعفين في مكة قبل الهجرة، قبل الهجرة لما اشتد الأذى على المسلمين المستضعفين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، وقال إن فيها ملك لا يظلم الناس عنده، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب مجموعة من المسلمين المستضعفين وأكرمهم وحماهم وبقوا عنده إلى أن يعني جاءت الهجرة، ورجعوا إلى الهجرة، وبعضهم مات هناك، بعضهم مات هناك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحفظ له هذا المكرمة التي أكرم بها المسلمين، ثم أيضا هو أسلم، هو أسلم، ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نعاه يوم وفاته، وهذه من المعجزات، ليس لا في هواتف ولا جوالات ولا برقيات ولا اتصالات ولا، وإنما علم بوفاته يوم وفاته، وقال وأمر به خرج بالمسلمين وصلى عليه في المصلى. قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، والنجاشي كما قلنا هو الملك الحبشة، ولهذا كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، وكل من ملك الفرس يسمى كسرى، وكل من ملك الروم يسمى قيصر، وهكذا يعني كل يعني وأظن اليونان القيل أو قيال ونحو ذلك، فعلى كل في كل غالبا المواقع لهم ملوكهم لهم ألقاب، كما كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس أيضا في مصر ونحو ذلك، وأيضا فرعون كذلك. فالمقصود أن النجاشي هو كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، لكن هذا اسمه كما يقول العلماء أصحمة، اسمه أصحمة. ونعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في وفاته، وخرج بالناس إلى المصلى، بمعنى صلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب، وما صلى عليه المسجد، صلى عليه في المصلى. طبعا تعرفون احنا تكلمنا عن العيدين ان العيد له مصلى، مصلى العيد يصلى فيه العيد، يصلى فيه الزسقة، ايه، فخرج الى المصلى
فصلى ولهذا بعض العلماء يرى أن الجنازة لا يصلى عليها في المسجد، لكن صحيح أن يصلى فيها كما سوف يأتي معنا الإشارة إلى هذا إن شاء الله. فخرج بهم إلى مصلى فصف بهم، بمعنى صاروا صفوفا خلفه، وسوف يأتي معنا الصفوف هل تكون صفا واحدا أو يكثر الصفوف حتى من أجل يعني أكثر أجرا، يكون أكثر أجرا على المصلى عليه أو نحو ذلك، سوف يأتي الأحكام في هذا إن شاء الله. فصف وكبر أربعة، صلاة الجنازة تكبر أربعة، وهذا هو الذي استقر عليه عمل المسلمين، وإلا جاء أنه ستا وسبعا وخمسا، لكن الاستقر هو أن يكبر أربعا. وسوف يأتي إن شاء الله تفاصيل الكلام على تفاصيل الجنازة والتكبيرات وماذا يقول بعد التكبير الأولى والثانية والثالثة، ولا مانع أن نقول أنه بعد التكبير الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو إلى الميت ويجتهد في الدعاء إلى الميت. وسوف يأتي إن شاء الله تفاصيل في هذا إن شاء الله. نعم. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا أيضا يتعلق أيضا بالصلاة على النجاشي، وهو هنا يفيد إلى أن الذين صلوا أكثر من صف، أن الصفوف التي يعني مع أن المصلى واسع، المصلى كما تعلمون واسع يعني فناء كبير يعني، ومع هذا صلوا صفوفا. قد يكون الصف كان كاملا ولكثرة المصلين، وقد يكون لا هم يعني صاروا صفوفا وإن كان الصف لم يكتمل. ولهذا بعض العلماء يقول أنه يحسن أن تكثر الصفوف على ما سوف يأتي في بقية الأحكام إن شاء الله. المقصود أن جابر رضي الله عنه هنا يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قال فكنت في الصف الثاني أو الثالث، مما يدل على أنهم صلوا صفوفا، صلوا صفوفا بمعنى صفوف متعددة. نعم. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن. خليه في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.